ايه اللي هيطلع بيه المشترك من البرنامج؟ النتيجه النهائيه، الهدف من هذا البرنامج ان رحله الحمل تبقى رحله سهله مريحه صحيه مفيده ليها وللبيبي بتاعها. دي نتيجه. الواقع ان رحله الحمل هي رحله رفع جوده حياه الانثى الحامل، بحيث انها تعيش حياه جيده في رحله الحمل. وما بتعيش حياه جيده صحتها بتبقى كويسه، صحه البيبي بتبقى كويسه، الحمل بيبقى اسهل بكتير جدا، الولاده بتبقى سهله، واحتمالات اي امراض او اي اضطرابات خاصه بالخلقه او بالبيبي بتقل جدا جدا جدا.